وما زلنا في حلب، حيث غادر معظم سكان المدينة القديمة بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، لكن بعض أصحاب المتاجر هناك قرروا البقاء. قصة أحدهم نتعرف عليها في التقرير التالي. قبل اندلاع الأزمة السورية كان لدى أبو محمد متجر صغير خارج المدينة القديمة، لكن أكثر من 5 سنوات من الأزمة أغلقت معظم المتاجر أو انتقلت إلى أماكن أخرى، إلا أن متجر أبو محمد بقي مفتوحا رغم تغير الأوضاع خلال 5 سنوات. بيع مواد غذائية، المحل كان مليان مواد غذائية، بعد هالأحداث صارت ما بقى في مواد غذائية، وشي غلى صار بده رأس مال كبير، كنا نبيع على عدد دقائق، على عدد لحظات، زبون راي زبون جاي، هلا بالنهار زبونين ثلاثة. ورغم الحرب وارتفاع الأسعار، قرر أبو محمد البقاء في مدينته. هون يعني هون منطقتي ربيت فيها من وقت ما كنت صغير لحديت الآن، يعني محل هون جدي وأبوي وأنا كمان استلمته، يعني منطقتنا. يعني هون منطقتي بيرك فيها، يعني ما طلعت فيها، ربيان فيها من زمان هون منطقتي. لكن أسرته لا تشعر بالسعادة لهذا القرار. لما بصير في قذائف في كذا برتعبوا، بحبوا يسافروا، بس مصر انا مصر انا بضل هون، شوي بضل بقولوا لي ايه بتشيلوا هالفكره من راسهم، شوي برجعوا كمان انه تعبانين نفسيا، كثير كثير تعبانين نفسيا من البركه هون. وكما ابو محمد يوجد بعض اصحاب المتاجر الذين ما زالوا في حلب ايضا، بينما قال ابو محمد ان ليس لديه خطه لمغادره مدينته في المستقبل. والله ما دام ايش اسمه فينا نروح نضل هون بمحلي لبين ما الله يفرج علينا.